سلامتكم. ننتقل إلى قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية. مرحبا سيد الوزير. إذن سؤال عن المساجد المغلقة للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الاستقلال الوحدة والتعادلية. من سيطرح السؤال؟ تفضل سيد النائب. سيد الرئيس، سيد الوزير المحترم، في إطار إصلاح المساجد الآئلة للسقوط تم إغلاق العديد منها دون أن يتم إصلاح بعضها لحد الآن، فما هي الإجراءات الاستعجالية المتخذة لفتح المساجد المغلقة في وجه المصلين؟ وشكرا سيد الوزير. تفضلوا سيد الوزير. محترم السيدات والسادة النواب المحترمون، نشكر السيد المحترم على سؤاله. في الحقيقة لا نغلق المساجد يعني عن اختيار، وإنما هي ضرورة، والحمد لله اكتشفنا بأن عندنا ما يزيد على 8 ملايين ديال أمتار المربع المساجد، وأن هذا الشيء هذا كيستحق أنه تعطى ليه واحد الميزانية كافية، وأكثر من النص تم التأهيل ديالو، ولكن كل سنة عندنا ما يقرب من 200 حتى 250 جداد اللي هما كيخصهم يتسدوا باش يتصوبوا. فلذلك فمسألة ديال إمكانيات مالية، لأن هذا الطلب الاجتماعي الأساسي اللي هو المساجد كيخص تواكبوا الإمكانيات، بمعنى الضعف ديال الميزانية الوزارة الآن. شكرا. تعقيب السيد النائب، تفضل. السيد الوزير المحترم، لا بد ما نشكركم على المجهودات اللي كديروا في إقليم طاطا. اللي بغيت السيد الوزير باش نوصل لك بأن عندنا 34 مسجد دابا مغلقة من المصلين. يعني تصور معايا سيد الوزير، كل دوار فيه مثلا 1000 نسمة ولا أقل وما عندهمش المسجد، يعني كيفاش غتصور هاد الناس هادو منذ الفيضانات ديال 2014؟ فعلا داكشي اللي قلت سيد الوزير في التمام، ما كاينش الإمكانيات. دابا الإشكال اللي عندنا سيد الوزير، إقليم طاطا جوج دوار فيهم كثافة سكانية، سيدي عبد الله مبارك واحد المسجد ديال توريرت وديال الزاويه ديال تيسينت. هاد الناس سيد الوزير راه من 2014 وهما كيصليو برا المساجد. قمتم بالدراسات، قمتم بالمسائل، الله يكبر بكم، ولكن راه بغينا التعجيل والاسراع باش يخرجوا هاد المساجد هادو الى الوجود. سيد الوزير، اللي بغينا باش نوصلوا ليك على اساس تكون شي اتفاقيه شراكه مع المجالس الترابيه الاقليميه مثلا والجهات، باش نحيدوا هذا الاشكال دابا ديال هذه المساجد. شكرا. هل هناك تعقيب اضافي سيد الوزير فيما تأهل وتفتح 4 المساجد، 7 سعود في طور التأهيل، و4 في اعداد دراسات تقنيه وهي ديال كتهم المساجد ديال فوزان وتوريرت الزاويه وغير، وفوضت الوزاره للسيد العامل اعتمادا للقيام بدراسه تتعلق بستة مساجد مهدده وعمليات ازاله الخطر والهد بالنسبه لاربعه. يعني مجموع ما تم في هذا الباب في الاقليم ديالكم هي 30 مليون و470 الف درهم، ماشي كافيه. شكرا السيد الوزير. السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم.